بعده. يعني كل واحد عندك بيبص لمصلحته، وانت تعرف كده يا كابتن شوبير. انا اعرف كده ازاي؟ انت عارف كده، يعني كل واحد بيبص لمصلحته. يا اخي ما تبص لمصلحتك، هم الناس ما اختلفوش على مصلحتك ولا مصلحه النادي. هم من امتى شهر طلعوا موضوع الايقاف النادي الاهلي؟ وانا بقولها لك كده، وانت بس زي ما انت قلت معايا يا كابتن شوبير، انت دلوقتي عامل استطلاع ان عصام الحضري يلعب منتخب مصر ولا ما يلعبش، هيلعب منتخب مصر، لان ما فيش حد يقدر يقول اللي هو اللي يقول الكابتن حسن شحاته. مفيش حد يقول، وهلعب لمنتخب مصر غصب عن التخين. التخين اللي هو مين؟ اي حد في مصر. انت عصام في سويسرا ولا في مصر؟ لا انا في مصر، موجود في مصر. طب انت بتتمرن دلوقتي؟ بتمرن، وان شاء الله مسافر بعد بكره ان شاء الله يا كابتن شوبير. راجع سويسرا خلاص؟ خلص يا كابتن شوبير. الحمد لله. المشكله خلصت هناك؟ الحمد لله خلصت يا كابتن شوبير. خدت فلوسك؟ الحمد لله خلص، كل حاجه خلصت. وخفيت؟ الحمد لله والشكر لله. بالتوفيق يا كابتن عصام الحضري. بالتوفيق يا كابتن شوبير، كل واحد يحط السيف وما يتكلمش كتير. ندمان انت على الكلام ده دلوقتي؟ اللي هو ايه؟ صح؟ اللي هو ايه؟ كل واحد يحط لسانه في بقه ما يتكلمش كتير، وان انت هتلعب غصب عن التخين في مصر. لا اكيد لعبت. طيب يعني اكيد لعبت، بس انا زي ما قلت لك يعني ندمان ولا مش ندمان؟ ما هو ندمان على ايه؟ مش النادي الاهلي؟ طب قول لي بقى انت يعني عملت كده ليه؟ فين؟ في المداخله دي، ليه كنت منفعل كده؟ لا هم اللي عملوا المداخله معايا، لان في الوقت احنا عندنا منتخب مصر، وكان عندنا ماتشات، وكان عندنا فتره حساسه وفتره مهمه. وبعد كده اتكلمت مع الكابتن حسن، اتكلمت مع الكابتن حسن في الموضوع ده، وقلت له حصل كذا 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 كذا، لما تردش وبتاع، احنا عندنا حاجه مهمه لازم نركز فيها. بس في وقتها انا يعني لما اخدت الباور من الكابتن حسن والكلام من الكابتن حسن، كان رد ممكن يكون رد عنيف شويه، لان انا كنت انا في وقتها يعني بيقولوا ان انت تطولت على الراجل عدلي القيعي. لا 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 انا امال ده ايه؟ لا 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 انا كانت كل اللي احنا سمعناه دلوقتي، لا المكالمه كلها لمين؟ مش ما تحددهاش لشخص واحد. المكالمه كانت في البرنامج، ممكن يكون باشمهندس عدلي موجود، ممكن يكون اي حد موجود. طب اقول لك اسالك سؤال نخلص الليله دي خالص. مين الاشخاص اللي انت محقوق لها؟ ازاي؟ يعني في الازمه دي مثلا ممكن تقول لي مين حقك عليا؟ غلطت فيهم؟ جيت عليهم؟ هو النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. هو النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. اشخاص اشخاص؟ لا لا لا. لا 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 انت لسه زعلان منه؟ لا لا بص بص يا دكتوره، انت سالتني سؤال وانا جاوبتك، قلت لك النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. بس انت عصبت قوي بسيره حسن حمدي. لا 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 الموضوع عندي باخده حاجه يعني. تهاجمته كتير؟ لا عمري في حياتي ما هاجمته. وهو رمز كبير في النادي الاهلي. لا ده حاجه زي ما هو في رمز، في رموز كتير، رؤساء انديه رموز كتير اصلا في النادي الاهلي. صح ولا غلط؟ نطلع فاصل؟ نطلع فاصل.